ممكن اعرف انت كنت عايزني اعمل ايه بعد التهزيق اللي احنا اتهزقناه ده؟ ما بقولش حضرتك تعملي حاجه على فكره. امال قلب وشك عليا ليه؟ ماما انا مش قلب وشي على حد. بعد اذنك سيبيني في حالي. لا مش هسيبك، انا امك مش واحده صاحبتك. سوري يا ماما بس ما ينفعش اللي بيحصل في نغم ده على فكره. كل واحد حر يربي عياله ازاي. ماشي؟ ماشي يا ماما بس نغم بني ادمه يعني. مش هتفضل طول عمرها محبوسه كده. عشان غلطة حصلت لها طول عمرها هي ملهاش ذنب فيها. ماما لو حصل لها حادثة أوحش من اللي حصل في نغم. وطنط مامتها يعني ما عملتلهاش حاجة زي اللي طنط ناس عملته. يا حبيبي ما هو كل واحد ودماغه يا زياد. يعني هي هتفضل محبوسة كده على طول؟ أكيد لأ يا حبيبي. الموضوع لسه حصل قريب. والمجرم لسه ما اتحكمش عليه، أكيد المسألة محتاجة شوية وقت بس. بس ده معناه إن إحنا كده ملناش أي ستين لازمة. وانا ما اقدرش يبقى ماليش اي ستين لازمه وما اقفش جنب نغم. Watch it.